السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، ممكن تديها مثلا فيديو على اليوتيوب أو على أي منصة من منصات الفيديوهات أو مقالة أو كتاب، هي تلخصه لك بدل ما تقعد وقت كتير جدا، وممكن تستوعبه وتبدأ أنت تسألها وتجاوبك على الأسئلة بتاعتك. يعني ممكن يكون في فيديو فتلخص الفيديو تسمعه كده في دقيقتين أو تقرأ في دقيقتين، وعندك أي أسئلة تقدر تتناقش مع التولز ديت، ممكن تسطبها كاكستنشن. وزي ما انت شايف ممكن تدعم يوتيوب، يوديمي، كورسيرا، فيمو، سمارت تاب، جوجل، كل الحاجات ديت. فممكن تديله فيديو او كتاب كامل وتقول له لخصولي، فهو يبدأ يلخصولك، وبعد كده تبدأ تقول له مثلا في كلمة مش فاهمها، الاختصار ده انا عايز اعرف هو ايه، فتبقى ده مساعدة جدا على المذاكرة، ما تعتمدش عليها في الغش، اعتمد عليها في المذاكرة. طيب خلينا ندخل للأداة. طبعا هي معتمدة على شات جي بي تي، لكن بدل ما تاخد اللينك وتروح لشات جي بي تي وتقول له لخص لي الموضوع ده، لا هو خلاص فاهم انت عايز ايه. فلو عندك اي فيديو هتقول له ايه، خد الفيديو دوت واعمل لي تلخيص ليه. يعني على سبيل المثال ده لينك مثلا بتاع فيديو كنت بتفرج عليه من شوية، هقول له سمرايز، يبدأ إن هو يجيب لي الفيديو. تمام، ده كل التكست المكتوب، يعني حتى ممكن تاخده كوبي. تمام، وهنا هيبدأ يديني الملخص بتاعه وأهم النقط اللي موجودة في الفيديو. تمام، كلام سليم، فوفر لي وقت كتير أوي بدل ما أقعد أتفرج على الفيديو والفيديو طويل، لا جاب لي أهم النقط. ممكن لو أنا مهتم أبدأ إن أنا أكمل. طيب ممكن هنا تكست ساموراي، ممكن يكون عندك سامري، ممكن يكون عندك تكست كتير تاخده كوب بيست ويبدأ ان هو يلخصه لك. وهنا هتلاقي بقى النوتس بتاعتك. تمام، ده اللي احنا كنا لسه عاملينه شوية، ده الفلاش كارت زي ما انت شايف، في ادومي ساموراي، في فيمو، في كورسيرا، تقدر تشوف ملخصات للكورس كامل، وممكن تضيفه للمتصفح بتاعك. يعني انا عند المتصفح هنا هيبقى موجود، بحس اول ما احب مثلا الخص الصفحه اللي انا فاتحها ادوس يديني الملخص. انا بحب مثلا لما اجي اتعلم حاجه ابدا ان انا افهم الملخص، افهم بيدور حوالين ايه، لان ممكن بعد ما اذاكر افاجئ ان مش هو ده اللي انا بدور عليه، فالافضل ان انا اعرف ملخص عنه قبل ما ابدا فيه. فزي ما شايفين موقع جميل ويوفر لك وقت ويساعدك على المذاكرة، وتقدر تضيفه كاكستنشن عندك في المتصفح.